السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلاب الصف الثاني؟ أهلا بكم في مادة التربية الإسلامية مجال الآداب والأخلاق الإسلامية. نتابع معا اليوم القسم الثاني من درسنا وهو هل تذكرتم بعد أن نشاهد هذه الصور الجميلة التي تعبر عن مساجد قطر؟ نعم، آداب المساجد. هل أنتم مستعدون؟ هيا لنبدأ. اضغط على هذا الرابط المرفق وشاهد معي آداب المساجد، ومن ثم نتابع معا. فكر معي، ماذا يحدث في المسجد؟ ماذا نفعل إذا كنا داخل المسجد؟ لا أمر أمام المصلين. أحسنتم. أيضا أصلي ركعتين تحية المسجد. ممتاز. ثالثا لا ألعب في المسجد وأحافظ على الهدوء. أخيرا أحافظ على نظافة المسجد. هل تقومون بهذه الأمور؟ والآن يجب علينا أن نعرف عند الخروج من المسجد بماذا أخرج. أخرج برجلي اليسرى وأقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. إذن نتذكر معا، أدخل برجلي اليمنى وأخرج برجلي اليسرى. دعونا الآن نقوم بحل هذا السؤال بوضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. أول شيء أفعله إذا دخلت المسجد أجلس، أقرأ القرآن، أصلي ركعتين تحية المسجد. ماذا أحبابي الصغار؟ هل عرفتم؟ نعم، أصلي ركعتين تحية المسجد. ثانيا، من الآداب قبل الذهاب إلى المسجد، أولا لبس الثياب النظيفة، ثانيا ذكر دعاء الخروج من المسجد، ثالثا المحافظة على الهدوء. هل عرفتم؟ إذن الجواب لبس الثياب النظيفة. نتابع معا في صفحة 68 ونكمل دعاء دخول المسجد ودعاء الخروج من المسجد، فهو بسم الله والصلاة والسلام على، نعم، رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أحسنتم. إذن هذا دعاء دخول المسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ننتقل الآن إلى دعاء الخروج من المسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول، نعم، على رسول الله، اللهم إني أسألك من، أحسنتم، فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. أتمنى لكم حسن المتابعة، جزاكم الله خيرا طلاب الصف الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا حفظ دعاء دخول المسجد وحفظ دعاء الخروج منه.